السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ جانا فيديو جديد، حلقه جديده عن لعبه هاوس فليبر. طبعا هاي اللعبه انتم ما بتعرفوا انه هي محاكي شوات. المهم هاي لعبه محاكي انه تاخذ بيوتي بالاول، انه تاخذ بيوت بلش تسوي لها مهنه صيانه وتاخذ اجورك عليها، وبعدين يصير معك مصاري تشتري بيوت وتعيد، يعني مثل شلون نسميها نحن متعاهدين، ناخذ البيت بننظفه بنظبطه بنجهزه ل 24 وبعدين بنعرضه على البيت. طبعا هذا البيت الرئيسي اللي بيعطونا اياه نحن، رح نحكي لكم شويه مواصفات اساسيه. طبعا هذا البيت انا عدت تصميمه هيك على هذا الشكل، انت اول ما تروح يكون مو هذا الشكل، انا عدت سويت اعاده ترتيب. اذا عجبكم هذا الشكل هيك هالتصميم هيك الخفيف كثير، ما حبيت اصرف كثير عليه صراحه، انا كنت مخطط انه ابيعه مفكره انه يباع بس بعدين ما طلع ينباع. المهم انا امبارح كنت عم بلعب فيها نهار كامل، جمعت شويه مصاري، جمعت تقريبا 50,000، اشتريت بيت، اشتريت واحد. طبعا هون في عندي مشاريع كثير بدي اشتغلها بس ما راح اوجه راسي حاليا فيها. خلينا نرجع هون. انا هذا البيت تبعي الاساسي اللي هو البيت، في عندي هذا البيت اللي انا اشتريته، راح اروح لعنده ونبلش نعمل له اعاده صيانه واعاده هيكليه كامله. طبعا انا في عندي كثير شغلات ناقصني بالتطويرات حتى ادوات تصير اسرع بالشغل، بس هناك راح نكتفي نحن حاليا بهذا القدر اللي موجود عندنا. راح نبلش نشتغل فيه. شوفين انتو الحشرات، طبعا هذا الاشي اللي انتو شايفينه هلا انا راح اظبطه كلياته من جوا من برا البيت. اليوم حنركز جوا، بكره حنشتغل حديقه نظبطها كلياتها تمام. بس خلينا اليوم انا خلينا نروح للجهه الخارجيه بعدين. خلينا نفتح البيت ونبلش اول شيء ناخذ اداه البيع. طبعا في شيء مهم جدا راح يكون هي مثل ما يقول هي الاساسيات اللي بالبيت راح اتركها ما راح اغيرها، هي الشغله الاولى. الشغله الثانيه هون في عندنا التواليت، وفي عندنا هون مسوين هو مثل المطبخ وغرفه وما بعرف شلون. المهم فانا امبارح خطرت ببالي فكره انه نعمل المطبخ هون تمام، ونحط هون تحت ونحط هون خزانه صغيره ونسوي غرفه نوم ثانيه، فهمت شلون؟ فراح خلينا نبيع هذا كل الحكي الموجود عندنا هون. طبعا في ناس حتشتري البيت، عم هذول الموجودين انه هن مفضلين هذا الاشي. اتوقع يقول كمالي فهمان الشغلة بس كان في هون الشوج لا يتوقع ما البواب كثير جربانات. خلينا نغير البواب. اللمبات اوكي، لا لا ممكن ما بدي هاي تركة طفاية حريق تلزم هون. مناسبة مع اللون ما راح اغير اتركها هون. نعيد الترتيب هلا. هي خلصنا، هلا اول شي نبلش بالتنظيف. طبعا هذول طالعين على اليسار قلتلكم شغلتهم اللي هن جايين يشتروا البيوت، فهن عم بشوفوا المدى الايجابي اللي عم تحصل عليه البيت عشان يعرفوا ايش بدهم يشتروا، يعني عرفت شلون. هذول الاوساخ اللي بالبرة ما بدي اوجع راسي فيهم. اللعبة بجد جدا ممتعة وبتسليك وبتخلي هيك عندك مثل ما يقول بعد، انه اذا في يوم من الايام فكرت انك تشتري بيت او كذا يعني تمام. انا هنا خلصنا، راح نبلش اول شيء مرحلة الدهان اللي هي راح ندهن البيت وندهن الحيطان كلياتها. طبعا هون في مشكلة، انا شايف في عندي مشكلة هون، طول بالك هون الشباك على حرف الهي، اذا حنط عليها بردين ما راح تزبط. لا بتزبط تزبط، ناقلها دوبارة تزبط. طبعا الناس وش تسوي؟ بتروح بتشوف الناس اللي تشتري شو ايش بدها وتظبط البيت على حسب ما الناس بدها اياه. اما انا لا، راح اعمل مثل ما انا اللي راح اشوفه وراح اعرضه على البيع واشوف الناس شنو راح تتفاعل مع الموضوع هذا. بالنهاية البيت هو هذا البيت ما في غيره يعني، وهذا الموجود اللي يعني بده يعدل عليه هو يعدل عليه بس يشتريه مو بما نبيعه. طبعا اول شي عم بلش من الحمام حتى نخلص منه، لان الحمام اكثر شي سوى لي عقدي المرة الماضية، مو المرة الماضية عفوا، لانه بيتي هذاك اللي ورجيتكم ظبطته كمان شلت الحمام وشلت التواليت فتعذبت كثير بترجعي تركيبتهم. فخلينا اول شي اشيلهم تمام. هلا نروح نشتري الوان او دهان، نروح على الوول البراند. خلينا ناخذ الوان هيك تكون جديدة اليوم. هلا راح اسوي انا شي مبدا انه احط كل غرفه لون بينك، لا مو بينك، خليني احط هذا واحد
هلا راح اورجيكم اشي. شايفين هون داير بقلب الشباك حاطينه بلون ابيض. لان الناس اول ما تشتري اللعبه بتروح يعني اللي بينزلوا فيديوهات على يوتيوب كذا بيروح اول شيء بيرفع المهارات كلياتها للاخر حد وبعدين بيجي بكمل شغل، لانه كثير حتعذر يعني. تشوفوا مثلا عمود عمود. تمام، هلا بدنا ندهن هذه الغرفه اللي هي الغرفه الصغيره اللي كنا بدنا نعملها غرفه ايش اسمه غرفه اولاد الاولاد صغير يعني غرفه تختين يكون فيها. نحط التختين. هلا بدنا نشتري باب، باب خارجي وبابين داخلية، باب الحمام وباب العادي. فخلينا نروح على ستوري ونروح على الدور. نروح هون على الدورز. تمام، نحن بدنا باب يكون لمطبخ. هلا هدول باب، شوف المشكلة هدول باب شو اسمه نحط تنظيف بعدين. لا الباب الخارجي يفضل يكون لونه غامق، هذا باب داخلي ما بصير لانه سقاطات، بس يفضل لون اسود. يعني هذا اللون خلاص. ما بعرف حاسس انه في غلط. المهم نايسة، انا بدنا هون صوفاج. فبيت انه عادي رح ناخذ للتواليت يعني اوكي زي ما يقولوا. طب قبل ما نحط التواليت في هون شي تاني بدنا نحط ماي يا حبيبي. خلينا نحط اول شي المغسلة، هي شايفة كتير حلوة الالوان، بس تكون فيها شوي لون اخضر ما في. يلا هيون. تمام طيون. تمام، في عنا هون كل الباب، عنا وحده هون لازم نحطها صغيره، انه حمام يعني ما اتوقع انه راح يحتاج هي يحتاج اي واحد ثاني بتاع هذا الباب. في شوي هفه زراق. تمام، اني انا بشوف هذا هون غلط مقطوع، خلينا نثبت هدول. هلا هيك التثبيت شايفين شلون. تمام، طبعا في عنا التواليت وفي عنا هون شي تاني ما بعرف شو، بس خلينا نشوفه. غسالة، ايوه تمام، نسينا الغسالة، نسينا الغسالة، اي والله صح. خلينا نحط الغسالة، اتوقع انه راح تتركب معي هون. خلينا ناخذ الاقصى الشمال. تمام، هي تعلمنا معلومة جديدة. انا امبارح قريت على الفيسبوك انه الغسالة الجديدة لازم ينفك الحوض تبعها ان يكون مثبت برا مش مهز. فاليوم تعلمنا اولا برغيين، كيف الحجرة؟ والله أسهل شي تركيب التواليت. والله أكثر شي أسهل شي تركيب التواليت. طيب حلو، هلا ضل عنا نحط هون صوفاج صح؟ طيب في شي تاني ضل ناقصنا؟ هذولنا مع الفندو. حلو، هلا التواليتات أنا بفضل إنه يكونوا شي حديد من هذول. ايوه هدول، ايوه هدول، ايوه هدول. تمام، خلينا نثبت. تمام، صرنا بالحمام بشكل ممتاز جدا. هاي الحمام خلصنا، لازم نستفيد من المساحة الموجودة قدامنا. هذا الحيط اشبه الحيط. لا لكم شلون. تمام،
سيارة مرة ضعيفة. هلا شو هذا نستفيد منها؟ تمام، لجينا هون بالبداية. احنا عنا هون لازم نحط المطبخ، تمام، نروح على الكيتشن. وش غير نحط البرادين خلص منها. هذا خروف. 2 3 4 تمام، حلو. نحط المطبخ اوكي، بس خلينا نشيلها شوي لهون. تمام، نحط جنبها خزينة صغيرة. اي سحابات. خلينا نعمل وذا ثاني مشان الغاز. شلون هيك؟ خرافي. تمام، هلا نحن بدنا نبلش نثبت التثبيت. اتركوا بعدين نثبته، انه ورجينا كيف نثبت. هلا بدنا نحط تخت، نحط تلفزيون هون. عرفت ليش؟ هيك ممتاز جدا. هلا هون نحط له طاولة مشان يدرس عليها، اساس مسقف يعني، اساس. تمام، هيك حلوة ماشي حالها. تمام، نجي هون شو بدنا نحط. هذا البيت مو هالدرجة الكبيرة حتى نحط له من هذا الغالي، يعني نحط له شيء عادي، شيء من قريبه مثل ما حتى شفاط ما يحتاج، لانه في شفاط وشباك ما يحتاج شفاط. اي طيب، نحط شيء للسقف، لمبات السقف نغيرها ونظبطها بشكل اكبر عشان تعطي نار اكبر. هاي تعطي نار جدا ممتازة. هيك إنارة توزعت في البيت، بس خلينا نعمل هذا شوي لورا. هيك شيلها المطبخ، شيلها المطبخ. هون نسينا نحط النار صحيح. شوف انه راح تكون غرفة اطفال، فهنا فيها لمبات ملونة افضل. وين الزر؟ وين الزر؟ ما في زر. يا ويلي على المصيبة. بدر خرافية، ليش كذب؟ تمام، نتذكر طبعا. هلا بدنا نحط له الطاولة مشان يدرس عليها ويبرك عليها. ايش رايكم بهي؟ هي مرة كبيرة، بس يعني بشوف اكثر شيء مناسب انه نحط له غرفة شكل زاوية. ليش بدنا نحطهم بهي الزاوية نستفيد منها؟ ما بتستفيد بشيء، بس بدنا نحط له ساعة على الحيط، يعني اقل شيء، يعني اقل من هو مبدا ساعة مشي. هي طاية بالواو، طاية بالاكسسوار. عشان لو اخذ شيء ساعة طفولية جدا. هي هيك غرفة الاولاد جاهزة. تمام تمام، هون في شيء لازم نحطه، شو مش عارف، مش متأكد مش لازم احطه يعني. هنشوف بالاكسسوارات بالكلاس كل شيء نحط له اياه. تمام، غرفة الأولاد أنا شايفها مناسبة جدا حاليا، حوالي كفي. هلا نروح نشوف هون غرفة الأب. ضل بدنا بس بدنا نحط تلفزيون، نحط شي هون حيطة نبيه، مواجهة نبيه. تمام، هيك صار البيت ممتاز جدا. صح ما في تلفزيون، بس يعني اتس اوكي. وأكثر شي شاغل بالي التلفزيون، مع إنه نحن في الوقت هذا لسه ما حدا يتفرج على التلفزيون ويوجع راسه. بكل هون خلص الفيديو اصدقائي، بكل هون خلص الفيديو. ان شاء الله بكره حنكمل شغلنا بالحديقه بفيديو جاي. اذا في عندكم شويه تعديلات او شغلات هيك افكار تضيفها او شغلات تحطها بالبيت، ممكن تشاركونا في هذا الاشي. بس وشكرا لكم حسن المتابعه، وشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله كل يوم الساعه 6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.